للمزيد حول الذكرى الثامنة لمجزرة الغوطة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك سيد باسل معنا. بداية، 8 سنوات على مجزرة الغوطة، الفاعل لا يزال يمارس المزيد من المجازر كما تعلم. بداية، ماذا فعل المجتمع الدولي مع المجزرة ومرتكبيها بعد 8 سنوات على وقوعها؟ تفضل. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة حتى اليوم لم تحصل أي إجراءات عملية بخصوص محاسبة المرتكبي المجازر سلاح كيميائي في سوريا، والتي تجاوز عددها 219 عملية قصف بالسلاح المحرم دوليا. تسببت في مجازر في 9 محافظات سورية، أبرزها كانت مجزرة الغوطة التي تمر ذكرها اليوم وغدا. مع ذلك إلى اليوم كل ما تم فعله أن هناك فرق دولية قامت بإجراء تحقيقات بعد فترة طويلة حوالي 3 أو 4 سنين، وانتهت هذه التحقيقات إلى أن النظام قام بالفعل بإطلاق أسلحة كيميائية مختلفة من حوالي 4 أو 5 أنواع على السوريين، وتسبب بمجازر ضخمة دون أي، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات عملية مثل محاكمة المسؤولين عن هذه المجازر أو إيقاع المحاسبة بهم بأي شكل من الأشكال. سيد باسل، بحسب التقارير الحقوقية فإن 222 هجوما كيميائيا على المدنيين منذ 2012 لليوم وقعت. ما الدور الذي لعبته المعارضة سواء في وقف هذه الهجمات أو في ملاحقة مرتكبيها؟ مسألة وقف الهجمات، الحقيقة المعارضة لا يمكن أن تلعب الكثير من الأدوار في هذا الأمر، لأنها ليست جزءا من عملية هذه من عملية القيام بهذه الهجمات أساسا حتى يكون لها دور في إيقافها، لكنها ضغطت بما تستطيع على المجتمع الدولي، على الجهات المعنية، على الأطراف الداخلية والخارجية للتركيز على هذا الملف تحديدا. وأثمرت هذه الضغوطات في عام 2013 و2015 نوعا من الضغط الأمريكي، لكنه لم يتحول إلى إجراءات عملية، اكتفى بالدور التهديد والوعيد وما إلى ذلك. ثم انتقل إلى الأمم المتحدة، حيث قامت المتحدة كما قلت قبل قليل بتشكيل فرق تحقيق وما شابه، ولكنها لم تتخذ أيضا إجراءات عملية بحق هذا الملف. أيضا هناك العديد من المنظمات التي المحسوبة على المعارضة بشكل أو بآخر، التي تحاول الآن تفعيل مجموعة من القضايا ضد النظام وضد الشخصيات التي تعتقد أنها من الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه المجازر يعني جريها لمحاكمات دولية، لكن أيضا إلى الآن هذه الخطوات لم تدخل حيز الحيز العملي، ما زالت يعني تواجه الكثير من الصعوبات القانونية والفنية. إلى سؤال آخر الآن، يعني مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا أكد تورط نظام الأسد وبالتحديد قوات النمر المدعومة من روسيا في الهجمات الكيميائية. السؤال هنا، هل يمكن ملاحقة روسيا الدعم الأول والمصدر الأول كذلك للسلاح الكيميائي للنظام، أم أن الترتيبات الدولية ستحول دون تحقيق ذلك برأيك؟ يعني كما تفضلت في سؤالك، على قانونيا أو رسميا أو على الورق كما يقال صح التعبير، من المفترض أن إمكانية الملاحقة واردة، لكن عمليا يبدو أن هذا الأمر ليس بالسهل. هناك ترتيبات دولية وعوائق كبيرة تمنع المساس بهذه الدول التي تمتلك حق التصويت في مجلس الأمن، وتمتلك منظومات وتمتلك دورا أو مقعدا متقدما في المنظومة الدولية، وبالتالي ليس من السهل توجيه قابل الشهام لهذه النوع من الدول. وصلنا إلى السؤال الأخير الآن سيد باسل، يعني كما تعلم انتهاكات النظام لا تزال مستمرة رغم مرور كل هذه السنين، وبحسب مراقبين أيضا فإن النظام يعطل مفاوضات درعا. هل ننتظر أزمة إنسانية جديدة يسببها النظام في درعا، أم أن موقف دولي يمكن أن يحول دون ذلك؟ الأزمة الإنسانية أساسا موجودة في درعا. درعا محاصرة منذ يوم 29 حزيران، يعني هي الآن تدخل شهرها الثالث من الحصار، وهناك مؤشرات إنسانية سيئة جدا بدأت تظهر من الأسبوع الماضي. مثلا العديد من المقابر لم تعد قادرة على توفير مادة الخبز، مثلا الكثير من الأمور الأساسية الدوائية أو الغذائية غير متوفرة الآن، وبالتالي نحن بالفعل نعيش أزمة إنسانية وتتفاقم بشكل يومي بشكل سريع. نحن نتحدث عن حوالي 65 ألف عائلة، وبالتالي عدد كبير من الناس الذين يحتاجون إلى حاجات يومية هم في حالة أزمة إنسانية، ويبدو أن النظام لا ينوي فك هذه الأزمة أو التساهل فيها بالقريب العاجل. باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات من إسطنبول كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.